اول يوم مدرسه. سنه جديده وربنا يبارك عندنا كل المرشدين. والله يا ابني جيت انت جديد معانا هنا؟ لا حضرتك انا مش جديد معاك، وانا قديم في المدرسه دي. قديم ازاي؟ انا اول مره اشوفك. انا بشبع عليك. ولا يا زميلي يخلق مش شبه 40. الله، قصدك يخلق مش شبه مرشدين. اقلع الكاب بابا كده. اقلع الكاب ما لاقوش جو، انا خايف يعني ولا ايه؟ الله، دمعتك يا مرشد وربنا مع حلمك. ولا حلمك سيبني يا عم، انا مش عارف مش كل سنه انا حلمك يا بس يا بابا. سيبني يا عم، انا مش عارف. لا ده انتوا السوق مش نافع معاكوا بقى. روحت يا مستر، ايه ده؟ الوزاره بعتلنا في حد سوقي ولا ايه؟ قول لي ايه الفرق ما بين الراجل والمرشد غير الفرق اللي الناس كلها عارفاه؟ اقول لك انا استاذ رفاعي، انا مثلا راجل جدع، شاب ده اسمه شاب المرشد. الله، انت مرشد؟ انا فاهمك يا استاذ. اقعد يا مرشد. احلى استاذ رفاعي يا عم في الدنيا. المهم في طالب جديد جاي، عايزكوا ترحبوا بيه. ما تقلقش يا استاذ رفاعي، خلي بالي منه، لو عمل حاجه غلط هقول لحضرتك على طول. صدق انت طلعت مرشد جدع. مفيش مرشد جدع يا استاذ. بس يا بابا. سلام عليكم. الله، شابرو ابن جيتي. شابرو، امال فين باكر يا عم؟ والله يا زميلي ساعات بشعل شندومي كده بسبب مرشد.